السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. في الفيديو ده هتكلم عن هاتف هونر 60 اللي بيجيب شاشه اوليد بحجم 6.67 من 100 بوصه بجوده فول اتش دي بلس ودقه 1080 في 2400 بكسل مع كثافه بكسلات 395 بكسل لكل بوصه وابعاد عرض 20 ل 9، والشاشه بتعمل اتش دي ار 10 بلس وال 10 بت كلر، ونسبه استحواذ الشاشه 90.8%، والشاشه بتدعم معدل تحديث 120 هرتز، والبصمه بتيجي تحت الشاشه. طول الهاتف 161.4 مللي، وعرض 73.3 مم، وسمك 8 مم، ووزن 179 جرام. وبيجي الهاتف بظهر من الإزاز وفريم من البلاستيك، والهاتف بيدعم تركيب شريحتين اتصال ومبيدعمش تركيب كارت ميموري. أما بالنسبة للمعالج فبيجي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 778G بدقة تصنيع 6 نانومتر وتردد بوصل 2.4 جيجاهرتز مع معالج رسوميات ادرينو 642L. أما بالنسبة لنظام التشغيل فبيجي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة ماجيك يو أي 5 بدون خدمات جوجل. بيجي الهاتف ب 8 او 12 جيجا بايت رام من نوع LPDDR4X ومساحه تخزين 128 او 256 جيجا بايت من نوع F2.1. اما بالنسبه للكاميرات فبيجي الهاتف ب 3 كاميرات خلفيه، الاساسيه بدقه 108 ميجا بكسل بفتحه عرسه 1.9، الكاميرا الثانيه بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عرسه 2.2 للتصوير الواسع، الكاميرا الثالثه بدقه 2 ميجا بكسل بفتحه عرسه 2.4 للتصوير الماكرو. بتدعم الكاميرات الخلفيه التثبيت الالكتروني والبانوراما والHDR وتصوير فيديوهات 4K بمعدل 30 فريم في الثانيه، وفيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 او 60 فريم في الثانية. اما بالنسبة للكاميرا الامامية فبتجيب دقة 32 ميجا بكسل بفتحة عرسة 2.4، بتدعم التثبيت الالكتروني والاتش دي ار وتصوير فيديوهات فول اتش دي بمعدل 30 فريم في الثانية. بيجي الهاتف في سماعتين ستيريو ومبيدعمش يدخل السماعات الخارجية 3.5 مللي، وبيدعم الهاتف الواي فاي 6 وبلوتوث 5.2 والجي بي اس والان اف سي، وبيدعم الهاتف الفيس انلوك ومستشعر التسارع والدوران والقرب الوسطى والجيروسكوب. اما بالنسبه للبطاريه فبيجي الهاتف بطاريه بسعه 4800 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع بقوه 66 واط. بيجي الهاتف باربع الوان، الاسود والازرق والبنفسجي والاخضر. اما بالنسبه للسعر فسعر هاتف هونر 60 نسخه 8 جيجا بايت رام مع 128 جيجا بايت بسعر $425 او حوالي 6650 جنيه مصري. اما نسخه 8 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت بسعر $470 او حوالي 7400 جنيه مصري. اما نسخه ال 12 جيجا بايت رام مع 256 جيجا بايت بسعر $520 او حوالي 8170 جنيه مصري. ودي كانت كل مواصفات هاتف هونر 60. لو عجبكم الفيديو دعموني باللايك واشتركوا في القناه وفعلوا زرار الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.